الصيام جنة، الصيام جنة. موعدكم كل يوم مع مجالس الشريعة على أمواج الحياة فام. الصيام جنة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وبارك لنا فيه. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، واجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. مستمعي ومستمعات إذاعة الحياة FM، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونسأل الله تعالى لنا ولكم أن يتقبل منا الصلاة والصيام والقيام، وأن يدخلنا سبحانه وتعالى في رحمته مع عباده الصالحين. نسأله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. حلقة جديدة اليوم إن شاء الله من حلقات الصيام جنة، وحلقة اليوم تتعلق بموضوع هام جدا قد يغفل عنه الكثير من الناس، وهو الوقت أو مكانة الوقت في حياة الإنسان، في حياة المسلم. وإن شاء الله في هذه الحلقة نشترك فيها مخاطبكم خليفة مراوي والشيخ رضا الخلادي وأخونا والشيخ بسام جامع إمام خطيب بجامع السيدة خديجة. الشيخ رضا، مرحبا بك. مرحبا بكم شيخ خليفة، السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله ربي يتقبل منا صالح الأعمال، يتقبل منا الصيام والقيام. أمين يا رب العالمين. تفضل. بارك الله فيك. الشيخ بسام، مرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله ربي كما جمعنا في هالمكان المبارك إن شاء الله يجمعنا في فسيح جنات. أمين يا رب العالمين. قلنا مكانة الوقت في الإسلام، الإسلام أعطى للوقت مكانة عظيمة وأهمية كبيرة جدا، والوقت هو نعمة من النعم التي أنعم الله تعالى بها على عباده. وفي هذه النعم، بطبيعة الحال من هذه النعم هو الوقت، كل إنسان بطبيعة الحال كما هو معلوم سيحاسب على كل نعمة أنعم الله تعالى بها عليه وسيسأل عنها. والوقت يمثل عمر الإنسان، هو عمر الإنسان ورأس ماله في هذه الحياة الدنيا، ذلك أن كل يوم يمر من حياته إلا ويبعده عن دنياه ويقربه من أجله. فكان حري إذن بالعاقل أن يستغل هذا الوقت وبطبيعة الحال يمضيه فيما ينفعه في الدنيا والآخرة. يقول الحسن البصري رضي الله عنه: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. وإذن الوقت له في الإسلام مكان عظيمة، والمسلم إذا أدرك قيمة وأهمية الوقت كان أكثر حرصا على المحافظة عليه واغتنامه فيما يقربه من ربه. فقد أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الشيخ رضا، برشا من الناس يغفلوا على هالنعمة هذه، وربما يوصل 70 و80 عام عمره وما يهتمش بهالوقت هذا، بل أنه يعتبروه يطول عليه الوقت، حتى أنه نسمع بعض الناس يقول ماشي نضيع في الوقت، نضيع في الوقت اللي هو نعمة ويجب عليه أن يحافظ عليه، كيفاش يضيع؟ تفضل الشيخ رضا. بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبالله ثقتي وأستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كما ذكرت سي خليفة احنا اليوم بإذن الله مش ناخذ الموضوع في الوقت أو الزمن، وكالعادة أنا مش نحاول أن ندخل للموضوع بمقدمة عامة وبعد تو نفصله بإذن الله بالتدرج بشوية بشوية تو نفصله مع سي بسام ويأخذ الموضوع حقه إن شاء الله. إذا ما كفيتش الحصة هذه نزيدوا حصة أخرى فيه على اعتبار اتساع الموضوع، وأن الغاية من كي ناخذ موضوع ونحن هذا تفهمنا فيه من الأول، كي ناخذ موضوع أن نبسطوه للسامع وناخذ جميع جوانبه وندخل الجزئيات كثيرة فيه حتى يروى السامع، يروى يعني بفهمه للفكرة هذيك ويروى يعني بالموضوع إرواء كامل. طيب لما نتحدث على الزمن هو في المفهوم العام أن الحركة تعني الزمن، أن الله المولى سبحانه وتعالى لما خلق الوجود يعني في هكذا يسميها الانفجار العظيم بداية الخلق كانت بداية الزمن الدنيوي، الكون كله هذا نعم كان يعني في قبضة الرحمن كما شاء كما أراد. لما بدأ يعني أو أراد المولى سبحانه وتعالى أن يخلق الوجود أو الكون، وهذا اللي نعرفوه يعني أنه هذا الكون نحن اللي نعرفوه من خلال العلوم ما يسمى بعلم الفلك، أنه فما كون وفما مجرات وفما كواكب وفما يعني عمر لهذا الكون، فما عمر لهذا الكون، فما بداية هذا الكون، وبداية هذا الكون وعمر هذا الكون يعني هو الزمن، يعني هو الزمن أن هناك انطلاقة هناك بداية. ومن هنا نفهم أن الانطلاقة الوجود أو بداية الوجود تدل على موجد، تدل على أن الله سبحانه وتعالى هو موجد الوجود. نعم. ما يمكنش الوجود توجد من لا شيء. ولهذا الزمن يعني اللي يسميه في فكرا الزمن يعني الحركة، يعني لما الله سبحانه وتعالى وقعت الانفجار هذاك العظيم يسميه بيج بان، انفجار العظيم هذاك بدأ الزمن في الوجود، وكان الزمن يعني يقدروه علماء الفلك منذ يعني بداية الانفجار هذا وبداية خلق الكون من قبل الله سبحانه وتعالى، هذه عقيدتنا، ب 14 مليار سنة بداية الكون، 14 مليار سنة. أنا نقول الكلام توا عام، بعد وندخلوا بشوية بشوية مع سي خليفة ومع سي بسام لأهمية الزمن، ولكن نعرف نحن الموضوع يعني بعمق شوية أو بتفصيل أكثر. الزمن فما زمن الزمن الدنيوي وفما الزمن الأخروي، هذا دي ما زد في التعريفات. الزمن الدنيوي هو الزمن الأرضي اللي نعيشه فيه نحن، مع أن هناك أزمنة أخرى لكواكب أخرى. قلت لهم قلوا نحن الأرض فيها اليوم 24 ساعة، نجي ونشوفوا عطارد اليوم متاعها، يقولوا بعض يعني علماء الفلك أو علماء موجود في علم الفلك أن عطارد اليوم متاعها تقريب 360 يوم قريب العام متاعنا. وهذاك علاش ربي سبحانه المولى سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن يعيش الإنسان على الأرض باش تنسجم طبيعة تركيبته مع الليل والنهار، نهار للعمل والليل للراحة. لو فرضنا أنه زمن عطارد هذايا اللي فيه يعني اليوم ب 300 يوم و 350 يوم، نهار متاعه يعني ب 170 وليله ب 170 يوم، إلى درجة أنه توصل الحرارة في النهار نهار عطارد إلى تقريب يعني 160 درجة، والبرودة في الجنة بالليل توصل كذلك إلى 60 و70 و80 درجة تحت الصفر، فهذا لا يمكن الحياة فيه. هذا كلام عام، هذا نربط بين فكرة الزمن والكون بكله، لأن لما نشوف الزمن في الأرض كما ذكرت نلقاه الزمن في الأرض اللي هو 24 ساعة هذاك اليوم، ثم الأسبوع، ثم الشهر، ثم السنة اللي هي 12 شهر، ثم القرن، ثم العقد، ثم العقد، ثم الجيل، ثم القرن. هذه تسمى دورات الزمن، دورات الزمن.
دورات الزمن هي دورات اضطرادية. إيش معنى اضطرادية؟ متتابعة، متتابعة. فهذا معنى أن كل ما تكمل دورة، اليوم هو دورة، السنة دورة، الجيل العقد 10 سنوات دورة. دورات الزمن هذه بطبيعة الحال يعني مما هو معلوم من 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 الدين بالضرورة، أو من معلوم عند الناس في معارفهم. الزمن الدنيوي كما ذكرت، الزمن الدنيوي هو زمن الذي نعيشه 24 ساعة في اليوم. الزمن الأخروي هذا شيء آخر، إن يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون، هذا زمن غيبي ما عندناش فيه دخل هنا. وإن يوم القيامة أو في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هذا يتسمى الزمن الغيبي، ما عندناش فيه دخل، ما عندناش فيه يعني كفاه وطويل وقصير وعلاه وهو أدرى الـ50,000 سنة هذه يعني هو يوم واحد وبعد ذلك باش تكون أيام الجنة وكيفاش تكون أيام النار، هذه كلها تدخل في غيبيات يعلمها الله، نؤمن بها لكنها مقدرة عند الله ويعلمها الله، وأن ربي سبحانه وتعالى لا يصير في الوجود إلا بحكمة ودقة و يعني إرادة منه سبحانه وتعالى. التوى ندخل إلى أهمية الزمن، تحدث على أهمية الزمن. يعني العلماء يقولوا أن الزمن يعني كذهب، أو أن الوقت من ذهب. الشيخ رضا، نعم الشيخ رضا، لكن تسمح قبل أهمية، وهو وهذاك هو تقريب الهام برشا. أنت ذكرت المراحل، مراحل حياة الإنسان تقريبا هناك 4 مراحل. مرحلة عالم الأرواح قبل أن يأتي إلى الدنيا، ثم المرحلة التي جاء فيها إلى الدنيا، ومرحلة البرزخ وانتظار يوم الحساب، والمرحلة الرابعة هي الحساب وجنة أو نار. في هذه المراحل الأربعة أهم مرحلة تقريبا هي الدنيا اللي توقف عليها مصير في عالم فيما بعد. وكيف ما قلت إشارة بارك الله فيك، أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في الأرض وهيأها له، كما قال سبحانه لقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معيشة قليلا ما تشكرون. ثم فيها يحيى وفيها يموت، يعني الإنسان ملتصق بالأرض في حياته وفي مماته. فإذا هذه الحياة الدنيا هي الزمن، هي العمر، لها أهمية، فأهمية الزمن كبيرة جدا. تفضل سامحني. بارك الله فيك يا خليفة. هو كما ذكرت أنت يوسف سامي نجم يدخل معنا زاد في فكرة الزمن الدنيوي قبل ما ندخل أهمية الزمن، على اعتبار شنو؟ على اعتبار الكلمة اللي قلتها خليفة، أن مراحل الزمن هذه مرحلة ما قبل الوجود الإنسان، قبل وجوده هو، ثم عند وجوده، ثم مرحلة البرزخ، ثم مرحلة الحساب والجزاء. لكن فما تقسيمات أخرين نجم نحكي فيها، هي تقسيم الزمن إلى مراحل وتقسيمات بقدر القرب والبعد. نقول مثلا الماضي البعيد، والماضي المتوسط، والماضي القريب. نعم. الحاضر ما عندناش حاضر في الزمن، فماش حاجة اسمها حاضر. وعندنا المستقبل، مستقبل القريب، مستقبل المتوسط، مستقبل البعيد. هذوما هذه مراحل الزمن بتقسيم يعني فكري، أو تقسيم يعني معناها تدريج أو تدرج أو مراحل، كما قلت مراحل. موقع الإنسان في هذه المراحل. موقع الإنسان في هذه المراحل. وقت اللي نحن نحكيه على الزمن البعيد، ما قلنا قريب ومتوسط وبعيد. الزمن البعيد يعني منذ خلق الله، كما قلت يعني هذيك الانفجار العظيم، منذ خلق الله للوجود. زمن البعيد للإنسان أكيد، يعني البشر مش موجودين، لا حيوان ولا حياة ولا، معناها منذ خلق الله للوجود، أن هذاك الزمن البعيد. المتوسط لما، هذا تقديرات تقريب، المتوسط هو لما خلق الله سبحانه وتعالى الحياة
في والحياة يعني اللي نعرفوها أن احنا مسلمين وحتى يعني علماء الفلك الحياة موجودة إلا في الأرض مبدئيا تو ما اكتشفوش فمش حياة أخرى في غير الأرض. هذا المتوسط خلق الله سبحانه وتعالى الحياة في الوجود في الأرض فيها تحيون فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون تخرجون. القريب الزمن القريب هو اللي إنسان يعيشه تجده تولده هو ومش يعيشه أنا مش نعيشه فيه القريب الماضي القريب الماضي القريب اللي عاشوا واحد عمره 20 سنة واحد عمره 40 واحد عمره 10 سنين واحد عمره 60 عاشوا هذا الزمن القريب اللي هو عاشه. تو مش نحكي على المستقبل مستقبل القريب المستقبل القريب والمستقبل البعيد والمستقبل المتوسط والبعيد. علاش نحكي عن المستقبل القريب والمتوسط والبعيد؟ لأنه هو يسمى المصير لأنه هو المصير والإنسان هو الكائن الوحيد اللي يفكر في مصيره فمش كائن آخر يفكر في مصيره. مصيره معناها مستقبله. نقوله مثلا النملة هاي تلم حاجات تحطها في الغار متاعها باش غدوة تأكلها هذاك مش تفكير هذاك غريزة سلوك غريزي. هاي العصفورة تبني عش باش تحط البيضات متاعها مش تفكير هذاك سلوك غريزي. الوحيد اللي يفكر في مستقبله في مصيره هو الإنسان. ولذا الإنسان وجوبا عليه أنه يقسم الزمن هو في حد ذاته التقسيمات هذه القريب والبعيد والمتوسط والقريب كيف كيف المستقبل كما قلت الحاضر ما فماش. المستقبل القريب غدوة بعد شوية شنو مش نعمل شنو البرنامجي أنا مثلا في رمضان غدوة في رمضان شنو عندي يعني من 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 اجتهادات من عمل من كذا هذا كله قريب. المتوسط اللي يعني مش يعيش عمره كامل البعيد يوم القيامة البرزخ ويوم القيامة. فالإنسان بطبعه وجوبا عليه أن يفكر في مصيره مصير على المراحل الثلاث سواء المستقبل القريب اللي أنا غدوة مش نخدم سواء عمري كامل كي نحكيه مع التلامذة قولوا انت مستقبلك المتوسط شنو؟ قولوا انا سيدي نحب مثلا نخدم كذا نخلو حب يخدم كذا نحب نعمل كذا نحب نعمل كذا فكرتش في المستقبل البعيد متاحك قولوا سيدي المستقبل البعيد شنو؟ قولوا شنو المستقبل البعيد اللي هو البرزخ والآخرة. لابد انك تحضر روحك كما حضرت روحك للمصير في مستقبلك القريب والمتوسط تحذر روحك للمصير في مستقبلك البعيد لأن أكيد مستقبلك البعيد راه يعنيك بدرجة كبيرة لأنك هنا مش تزرع وغادي مش تحصد وتجمع وهذا يغفل عليه المستقبل البعيد برشا هذا ينسى؟ يغفل عليه الناس برشا بارك الله فيك خليفة هذا الناس يغفل عليه برشا بارك الله فيك شيخ رضا الشيخ بسام بالنسبة للوقت والزمن له مكانة عظيمة وخاصة أن الله تعالى ذكره في كتابه صحيح. وأقسم بالزمن في كثير من الآيات تفضل شيخ مسلم بارك الله فيك بسم الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيخ رضا بارك الله فيه هو قسم الزمن إلى زمن دنيوي وزمن أخروي معناه أحنا فما فترة باش نعيشوها في الدنيا هذه ولكن الفترة هذه ما هيش النهاية كما يعتقدوا بعض اللي ما يؤمنوش بربي الملحدين يقول لك الحياة معناها أرحام تدفع وأرض تبلع وما فمش وما يهلكنا إلا دار ما فمش بعث ولا حياة أخرى بعد هذه الحياة وهذه عقيدة فاسدة. العقيدة الصحيحة أنه الإنسان يعرف اللي الزمن هذا العمر هذا هو نعمة من الله تعالى وأننا كلنا إلى الله راجعون احنا توا في سيرورة ماشيين إلى الله سبحانه وتعالى مش كان احنا البشر الكون بكله الوجود. رب سبحانه وتعالى يقول كل في فلك يسبحون من الإعجاز العلمي في الآية هذه كل في فلك هل السبعة حروف هذوما يتقرأوا من اليمين لليسار ويتقرأوا زدنا من اليسار لليمين كان حابين نعملوا رسم بياني للزمن الزمن منين يجي وين يمشي يجي من الماضي ويوصل إلى الحاضر وهو في اتجاه المستقبل لكن الدورة متاع الزمن هي دورة عكس حركة عقارب الساعة كان نقرأ الآية ذي كل في فلك يسبحون تتقرأ كيك من اليمين لليسار وتقعد ديما تدور الآية هذيك
وهذا حتى في الأمور الفيزيائية كي تشوف العداء، العداء في المضمار في السباق كي يجري ديما يجري على اليسار. شوف أي مسابقة العداء ديما يجري. علاش عندكش فكرة علميا؟ وكان يجري يقعد يجري شوية على اليمين القلب يتوقف، لأن الدورة الدموية متاع الإنسان هي في الاتجاه هذاك. شوف انت الحجيج، شوف الحجيج في مكة انت كيفاش يطوفوا الحجيج، بارك الله يطوفوا على يسار. جمال الباروتة كيفاش يدور؟ جمال الباروتة يدور على يسار. الماء يهبط في اللافابو وين ديما يدور على يسار. هذه الحركه زعما الاولويه على يسار تدخل في هذا توا في السياقه وفي شنو الاولويه؟ ليه معناها حبيت نقول اللي كل شيء بتقدير الله سبحانه. فما حكمه السير سخليفه السير جي على اليسار تخليه يخلي له الاولويه. اكيد هو كل في فلك يسبح. نعم هو ربي سبحانه وتعالى لم يترك الانسان سدى، معناها خطط له الماضي نتاعو والحاضر نتاعو والمستقبل. مالا هل الزمن وضد عقارب الساعة؟ هو كالدورة هذيك اي كل شيء ضد عقارب الساعة في الوجود، في الوجود طواف نتصور حتى مرور. في البيت المعمور الملائكة تطوفها في نفس الطواف هذاك اللي فوق الكعبة. مالا أهمية الوقت أن ربي سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بذاته بتسيير الوقت. الكون الكل يسير وفق منهج لله سبحانه وتعالى. الوقت ذي هو نعمة من الله تعالى. الدليل شنو؟ قوله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ما هي نعمة من الله تعالى، وكثير من الناس لا يقدرون هذه النعمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إنسان عنده الصحة، ربي أعطاه الصحة القوة بسالي. ولكن هو مش مستغلها في العبادة، مش مستغلها في التقرب إلى الله تعالى، وأعطاه زاد الفراغ، لا عنده امرأة لا عنده صغار لا عنده مشاغل، ولكن هو يضيع وقته. هذا يتسمى نحن ندعوه باش واحد ما يكونش عنده امرأة وما عندهش صغار. لكن هو يكون عنده في الفترة اللي ما عندوش يكون عنده امرأة ويكون عنده صغار في نفس الوقت، يستثمر الزمن، يستثمر الزمن بتاعه. لكن قبل ما تكون عنده مسؤوليات كثيرة يستغلك الوقت هذاك. سخيفة قال لي ربي سبحانه وتعالى لأهمية الوقت أقسم الله تعالى بالزمن أو بالوقت في القرآن الكريم، وذي في مواضع عديدة ربي سبحانه وتعالى خصص بها العديد من فواتح السور. أقسم الله تعالى بالعصر، قال الله تعالى والعصر. على سبحانه تو ربي سبحانه وتعالى احنا نقسم به، نقول والله اللي يقول قائل ها ربي لهنا هو الذي يقسم. الله تعالى في بعض التفاسير انه يقسم بذاته العلية، معناها والعصر هي ورب العصر. ربي سبحانه وتعالى اقسم برب العصر لأهمية هذا الوقت والعصر والفجر والضحى. ربي سبحانه وتعالى اقسم بالليل والنهار، والليل إذا يخشى يخشى والنهار إذا تجلى. مالا القسم هذا هو ليبين الله تعالى قيمة الوقت وأهميته، ولقيمة الوقت ولأهميته نشوفوا للعبادات في الإسلام كلها مربوطة بالوقت، وخاصة الوقت اللي كما قال ربي سبحانه وتعالى يسألونك عن الأهلة. سيباسين سامحني تفضل. هو سيباسين هنا مش يتحول بين العنصر آخر اللي هو تقريبا نفس العنصر تقريبا مع بعض هموما معنى ارتباط العبادة بالوقت. بالوقت أنا حبيت سيباسين لو تسمح تونجيو العنصر في أهمية الوقت وفي القسم بالزمن في القسم بالوقت. يعني المولى سبحانه وتعالى لما يقول والعصر ويقسم بعدة مرات بالزمن والضحى والفجر والشمس وضحاها والشمس وضحاها والليل إذا يغشى والنهار إلى غير ذلك، يعني تكرار هذا القسم في القرآن عدة مرات يندرى ينسجم مع طبيعة الإنسان في اغتنام النعمة هذه نعمة الزمن، باش نحسوا أن القرآن الكريم يعني أخذ بكل مواضيع الحياة حتى الزمن، يعني أعطاه الأهمية الكبرى وأقسم المولى سبحانه وتعالى بالزمن لاعتبار أهمية هذه المادة اللي هي يعني يصنفها العلماء اللي هي أعلى النعم من أعلى النعم.
فنحن نتذاكر في الموضوع هذا، في موضوع يعني القسم بالزمن، لاعتبارات كثيرة. العربي لما يسمع القرآن الكريم في بداية نزوله والقسم بالقرآن والعصر، يعني درجة البلاغة في القرآن ودرجة البيان في القرآن تأخذ بتلبيب، تأخذ بنفسه، يقول معناها أن الله يعني بعزته وجلاله يقسم بالزمن. علاش يقسم بالزمن؟ لماذا يقسم الله سبحانه وتعالى بالزمن؟ سؤال يعني في على مستوى الفكر. نعم الشيخ لذلك أن تسمح بارك الله فيك، لماذا الله سبحانه وتعالى فما حكمة أكيد لماذا يقسم بالزمن؟ مش نرجع لها إن شاء الله بعد الفاصل ونواصل الحديث الشيق هذايا. إذا فاصل ونعود إلى الإخوة المستمعين إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أيها المستمعون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إلى الحلقة الخاصة بمكانة الوقت لدى المسلم واستغلاله، وتوقفنا عند ما يتعلق بتوزيع العبادات على هذه الأوقات، فيها حكمة. وبدأنا الشيخ بسام في الحديث عن هذا، فأتفضل الشيخ بسام نكمل الحديث في هذا الأمر إن شاء الله. إذن قلنا اللي العبادات في الإسلام هي مرتبطة بالوقت. نعم. كل عبادة عندها الوقت متاعها المحدد. مثلا نحن العبادات شنو عنا؟ عنا الصلاة، عنا الزكاة، عنا الصوم، عنا الحج. هذه ربي سبحانه وتعالى ضبط لكل عبادة وقتا محددا. الصلوات الخمس، قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. من ربي سبحانه وتعالى كل صلاة أعطاها الوقت المحدد متاعها الذي تؤدى فيه. لو كان الإنسان يصلي العصر قبل ما يجي وقت العصر، هذه صلاته وعبادته لا تقبل، يلزم تكون فما شرط اللي هو شرط الوقت. إلا في الجمعة، إلا في الجمعة ذيك حاجة استثنائية. نحكيو على الأصل. نعم. الزكاة، هي الزكاة لا تتحقق أو لا تجب إلا بشرطين، الحول والنصاب. هكا ولا؟ نعم. إذا جمع النصاب المحدد، وإذا حال عليها الحول اللي هو العام الكامل الهجر. الصوم كذلك، احنا وقتاش نصوموا؟ معناها الصوم الفرض شهر رمضان. في شهر رمضان اللي كيفاش نعرفوا زاد رمضان؟ برؤية الهلال. قال الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ربي يجعل لك الدورة متاع القمر هذاك لهلالك اللي تولد خيط جويد ثم يبدأ يكبر 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 لين ينتصف ولي بدر يعلن على ليلة النص هذيك، وبعد يبدأ ينقص 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 لين يولي معناها بشي يموت الهلال هذاك ويجي هلال جديد. الحج أيضا اللي هو مفروض على المسلم مرة في العمر، وإن شاء الله ربي ييسر لكل إنسان فريضة الحج. هذا يؤدى في الأشهر الحرم، عنده الأشهر متاعه أشهر الحج اللي هي الحج أشهر معلومات يبدأ من شوال ذي القعدة ذي الحجة أشهر الحج ما لا الشيء هذا ما هوش اعتباطي لقول الله تعالى في سورة التوبة إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. احنا ساعات نسأل طفل صغير على الشهر يقول لي راه احنا في مارس. ايه تعرفش شنو الشهر القمري؟ يقول لك ما نعرفش شنو الشهر القمري. وعليش ما يعرفش الشهر القمري؟ لانه هو يمكن ما فمش كون قال له راه فما شعبان وفما رمضان وفما. وهذه دعوه سي بسام سامحني لي منك انت كمربي استاذ ومني انا كيف كيف ومن سخليفه من خيان احنا في التعليم، انا نوجه للمربين معلمين واساتذه ان يعلموا وليداتنا الاشهر القمريه، راي من هويتنا، راي من خصائصنا الثقافيه. سامحني القصه سي بسام، اعطيك صحه سي، هي تابعه للعباده، معناها العباده مربوطه بالاشهر القمريه مش مربوطه بالاشهر. نعم. مش يخرج الزكاه نتاعو، مش باش يخرجها في كل ما يجي 28 مارس يخرج الزكاه نتاعو، لا هو باش يخرجها كي يجي 13 رجب ولا 10 شعبان ولا وحتى الاشهر الحرم برشا من الناس ما يعرفوش الاشهر الحرم اللي هما ثلاثه في جرت بعضهم وشهر اللي وحده هذاك.
ذي القعده، ذي القعده اللي هو شهر العاشر القمري، ذي القعده 11 و12 و1 ذي القعده ذي الحج، الحجه محرم، محرم ويجي شعبي رجب، رجب او رجب هو اللي وحده رجب الاصم لانه جاي جاي وحده معناها شو، حتى ربي سبحانه وتعالى قال فلا تظلموا فيهن انفسكم. الانسان كي يعرف حرمه الشهر هذاك يولي يجتنب المعاصي اكثر ما ينجم ويكثر من من العبادات والتقرب الى الله. شيخ بسام راهو ساعات تجي حاجات لازم تتوضح للمستمعين وهامه وتمس هويتنا الإسلامية وتاريخنا وأشياء. أنا أذكر مرة نقري في مدرسة الطيب المهيري وخرجت وقتها كملت العشرة خارج، مدير المدرسة الله يذكره بالخير يشير لي واحد يقول له برا الفلان هذاك، يشير لي باش يجيني أنا باش يسألني. الشخص هذايا اللي جاء مش يخرج في وثيقة من البلدية اشترطوا فيها أنه يكتب التاريخ الهجري والتاريخ الميلادي مع بعض، ما عرفش ما يعرفش التاريخ الهجري. فاللي يسأله يقول له مارس كما كان يحكي توا سي بسام، يسأله على فانا شر احنا توا بالعربي، يقول له في مارس ولا اكتوبر ولا غير ذلك. يعني يدور كامل ما لقاش شكون يعرف التاريخ الهجري. هل الامر هذايا، وانا اذكر انا وقت اللي نقري وقتها وزارة التربية ألغت الهجرة، نحيتها من البرنامج، نحيتها من البرنامج بتاع التدريس بتاع هي ما التدريس كانت موجودة الهجرة في برنامج الابتدائي، نحيت الهجرة وما عادش تكتب التاريخ الهجري. والله قعدت نكتب فيه انا يعني قلت له من باب الثقافه نتذكر اسيدي حطها ثقافه عامه، يكتبوا لنا في السبوره تاريخ الميلاد وتاريخ الهجري موافق لكذا، نحى هذاك يعني بأمر ما هي وقتها تنحى وقت انا قال وقتها تاريخ الهجري وما عادش تتقرى الهجره. فهذه الجهل منين يجي؟ علاش مثلا من ما يتعلموش وليداتنا تاريخهم هويتهم اللي يتعلق باسلامهم دينهم بهل الامر هذايا تيعرف يا سيدي حطها في ثقافه عامه حتى ينجم يجي في سؤال في مسابقه في حاجه يبقى تدخل في اطار الثقافه العامه معناها أيوه هو يحتاج لها للزكاه كما قلت هو في الزكاه وهو راهي هويه امه، هويه امه انه يعرف معناها راهو رمضان هذا راهو شهر يعني من الاشهر القمريه اي ورمضان وحده فما كان رمضان فما رمضان وفما اللي قبله شعبان واللي بعده شوال واللي أشهر الحج وغيره وأشهر الحج بارك الله فيك. فهذا بطبيعة الحال من هوية الأمة، رايكي تنسلخ الأمة عن هويتها راهو يضعف يضعف الجانب الديني بارك الله فيك. علاش خلي إذا كان نحن ما يعرفش يعني معناها الأشهر القمرية يعني من باب من باب من باب الثقافه العامه فاكيد انه مش ينسلخ من الاصول الكبرى بالضبط. ما عادش عنده يعني معناها حاجه اسمها صلاه ولا اسمها حتى الصيام شنو انا نسمع في واحد في النهارين ربي ان شاء الله يهديه هذا شو يقول؟ قال انا ما نصيمش ورمضان ما نعرفوهوش هو واصحابه وما دام انا ما نصيمش ورمضان ما نعرفوهوش واموري هاني لاباس عليا ولوه نصيم هاني لاباس علي وعمل مقارنه قال انا ما دام هم يقولوا في الكره الجمعيه الرابحه خليها ديما ما تبدلهاش هاني لاباس عليه ما دام هي رابحه لاباس عليه ما نبدلش ما نصيمش نطلبوا له الهدايه معناها مجاهره ونطلبوا له الهدايه بالطبيعه ديما لكن المجاهره هذه اللطف بالشر هو مش يجينا بحول الله حصه في الغفله والمجاهره لكن المجاهره هذه راهي خطر على الامه خطر على الأجيال وخطر على وليدات الصغار كي واحد مثلا من بالعمر هذاك عمره في الخمسين ولا في الستين يقول أنا منصيمش ولاني لبس عليهم ولاني معناها أيه كي يسمعوه الشباب إيش مش يعملوا بطبيعة يعني مش يأثر فيهم خاصة وليدات صغار وما زالت معناها مش متمكنة منهم عقيدتهم وأصولهم وعبادتهم تقاها ضعيفة المطلوب أن نشجعهم وما الدروس هذه اللي نحن بصدد يعني إعدادها وتقديمها إن شاء الله تنفع الكبار والصغار أمين أمين إن شاء الله هذا المقصد أنه يسمعوها الكبار والصغار النساء والرجال تسمعوها يعني ويبلغوها للصغار ويبلغوا نعم أمانة نحن مش يجينا درس في الأمانة من الأكبر الأمانات أن الأم تربي ولدها على التقوى وعلى الحياة نعم فما فسحة متاع يعني ترفيه فما فسحة متاع يعني لعب لكن القواعد ثابتة والأصول متينة
والعقيدة يعني راسخة والعبادة محقة موجودة. حتى كان فما شوية تراخي ديما نقولوا ونعاودوا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، قولوا ونعاودوا قولوا ونعاودوا، وندربوا لداتنا وبنياتنا على الصيام بالمستطاع، لا إفراط ولا تفريط. شو شدوا معناه قولوا لا بالصيم بالصيف هو مازال عمره 10 سنين ولا مازال ضعيف، ومش وجدت كيف كيف بالطريحة لا لا. يعني هذاك حتى توجيه النبوي كان فيه يعني توجيه يعني دقيق ودقيق جدا. بارك الله فيك شيخ. شوية لا لا مش نزيد نكمل، سامحني مش نكمل نقطة بركة في ثواني. تفضل تفضل. احنا توا لا يخفى على احد المجتمع بتاعنا كثر فيه الظلم والمناكر والاعتداءات، وفما برشا مشاكل، وهل الاختلاس نتاع الاموال وغيرها وغيرها وغيرها. باهي، اشنو هي العلاج نتاعو هذا؟ اعطاهونا ربي في القران، ما قالش ربي ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ يا اخي صلاتها هاو عندنا العلاج موجود، عندنا العلاج. علاش هذا؟ والله ما يصلح حالنا الا اذا كان عملنا تمسكنا بما ربي سبحانه وتعالى نصحنا به وعمله لنا ونادانا ليه وفرض علينا وانهانا عليه تو يصلح عنا. سامحنا سامحونا الشيخ بسام حتى قصينا عليك لانك اثرت كل راه في نفس السياق اثرت موضوع على دور الاولياء. السيد حكى على دور الاولياء وانه الولي، معناها هذيك امانه انه يربي الصغير نتاعه ينعلموا الاشهر الحرم ونعلموا اشهر الحج ونعلموا الصيام ونعلموا الصلاة. ما نقولش تو المعلم معلم صحيح يعلم، ولكن انا نزيد نتابع اكثر. احنا نقترح على الشيخ رضا اللي هو تو يعد في البرنامج وبارك الله فيه، يعمل حصه على تربيه الابناء. يعمل حصه على تربيه الابناء اذا ما نعرفش عندنا ولا ما عندناش. نعم نعم باش تعاونوا انت تو صغير صغير باش تعاون. قلت تعاونوا على الصيام، كيفاش نعاونوا هنا على الصيام؟ نقيموا في السحور. ايوا خليش نقول له صوم وهو يرقد جيعان. اي ما نتعبوش بالقضيه براجي براهيت برا كذا، نخليه يرتاح يولي يكره الصيام. نشجعه وقت اللي يصوم نهار نشجعه حتى نعطيه مكافأة حتى بالربط على أكتافه ونعاونه. أي وراها تعب نقول له ارتاح غدوة، أنت ماكش مكلفة ومازال ما وصلش لسن البلوغ، نقول له ارتاح. وهيك احنا نشجعوه صغير ونعاونه في نفس الوقت. أنا نتذكر في حمد الجامع في الحياة الاجتماعية الجميلة، الحياة الدينية العقدية العبادية اللي كانت في حمد الجامع في القيروان وحتى في حوم الأخرين، كان فما معنى للكلمة هذه تشجيع الصغار على العبادة سواء في الصلاة سواء في الصيام. كان فما هكا هدايا، قلت لي نحن نصوم ونحن صغار 10 سنين بونا البو خاصة يشرين فما نوع معين من الكيك هذاك، وفما نوع معين ما كل الهدايا اللي هي يعني ترغب الصغير برمضان. اي برمضان فما حاجات جميله هكا في رمضان نتذكرها من 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 بريوش من كيك من درشنو من حاجات ما يحبها كان صغير. الكبار ما عندهمش اهميه بها، لكن صغير يحب الصوره هكا مزينه في شكل حوته هكا مزينه في شكل، لكن درا شنو كل الاشكال الجميله هذيك تشجع الصغير على الصيام بطبيعه الحال ديما بالمستطاع. نعم. ديما بالمستطاع. ونصور حتى مش في بلادنا كا مش في القيروان، حتى في تونس موجوده، حتى في القاهره في بلدان الصيام موجوده، فما زينه وفما جمال في رمضان وفما خصوصيه للكبار وللصغار. الناس كل تحس ان رمضان يحسوا موجود. نعم فما 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 خصوصيه في رمضان. ونحن نتحدثوا على الزمن، واجمل زمن هو زمن رمضان. نعم. واعلى زمن واجمل شهر واعلى شهر، نحن حتى وصلنا مش وصلنا عرفنا نقولوا سيدي رمضان. أيوة. ما نقولوش رمضان كي كمسيب يعني كي بابا وامي واخواتي وحتى الصغار توا يقولوا سيدي رمضان. أيوة. معناها اجلالا وتعظيما ومحبه في رمضان، وهذا خذيناه الفكره شويه نحن في فضاء. نعم. رمضان هو من تعظيم ربي سبحانه وتعالى اللي لشهر رمضان انه جعل فيها كل ليله العظيمه هذيك ليله القدر. نعم. وجعلها خيرا من ألف شهر، معناها شوف حتى في القيمة نتاعها حصة كاملة سي بسام. أي ليه هو تعريش معناها تعريش فقط. أما معناها ربي معناها لقيمة الليلة هذيك اجعل لها المكافأة نتاعها بقدر كبير من الليالي اللي هو ما يقارب 84 سنة من العبادة.
وزمننا ذا سيدي تعرف للإنسان سيسأل عنه يوم القيامة. نعم. الإنسان ربي كل واحد بشي يقف قدام ربي سبحانه وتعالى ويسأله عن عمره فيما أفناه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح، قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه. شوف أول حاجة بيسأل عليها اللي هي الزمن العمر، وعن علمه فيما فعل ما عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أو عن شبابه فيما أبله. هما زوز في الزمن اللي هما عمره وشبابه. الزوز هذوك في الزمن لولا يعني عن عمره فيما أبله وعن شبابه فيما أفناه، لهك يعني الزوز في الزمن. النبي صلى الله عليه وسلم كان معناه حريص جدا على حفظ الوقت، كان حريص أنه ما يضيعش الوقت. يقول سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يوصفنا في النبي صلى الله عليه وسلم وقت اللي يدخل البيت، قال: كان يقسم وقته ثلاثة أقسام: قسم لله وقسم لأهله وقسم لنفسه. وقال على القسم ذا متاع نفسه، قال: كان يقسمه بينه وبين الناس. انتم تعرفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في الليل يقوم بالتهجد وبالقيام الليل، خاطر قيام الليل فرض على النبي صلى الله عليه وسلم من غير الأمة نتاعو. احنا بالنسبه لنا نحن نافله، اما ربي ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك. ملا قيام الليل هو فرض على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي النهار النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحمل أعباء الرسالة، وكان يدعو إلى الله تعالى، وكان اللي متعد يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، والقافلة اللي تتعدى يدعوها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يجاهد في سبيل الله. من الوقت متاعه الكل، وقته الكل كان مخصصا للدعوة إلى الله تعالى، وكان يحسن استغلال الوقت متاعه. اش خليه حتى كي يقوم الليل، السيدة عائشة قالت له: يا رسول الله، معناها أراك تقوم من الليل معناها شيئا كثيرا، ارتاح معناها ارتاح، وربي سبحانه وتعالى غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. اش قالها؟ قالها: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ ربي سبحانه وتعالى اغفر لي وكرمني، ألا أشكر ربي، ألا أشكره؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم باستغلاله للوقت كان شكورا لله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك أخوي بسام، هذا ذكرنا يعني حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على الزمن وعلى الوقت، يذكرنا على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا على خطى المصطفى صلى الله عليه وسلم، هما بيدهم كانوا على خطى المصطفى، وكانوا هما تلامذة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يجب أن يكون من الصحابة ومن العلماء ومن عامة الأمة، ما يقولش لا هذوك يعني عاشوا مع الرسول وهما يعني يقتدوا به وهما أكثر يعني استجابة. نحن شبينا معناها ربي سبحانه ما عطاناش الطاقة، عطانا الطاقات اللي هما القدوة نتاعنا، هما قدوتهم صحيح، هما قدوتنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قدوة الجميع، لكن عنا نحن الطاقات، ربي مكننا، أعطانا عقول وأعطانا أجسام وأعطانا زمن باش نعبده كما يحب ويرضى. من جملة ما أتذكر يعني من حرص الصحابة على الزمن، أن عمرو بن العاص رضي الله عنه فتح مصر، فتح الإسكندرية، مش الإسكندرية يعني، ما كانش فما القاهرة، عمل الفسطاط، أسس الفسطاط، وبعد تحول الإسكندرية، فتح الإسكندرية. بعث عمرو بن العاص لعمر بن الخطاب بشارة بفتح الإسكندرية، باهي هزها له صحابي عبد الله بن خديج، كيف نهكا ظهر لي الاسم، يعني ابن خديج ما عاش الاسم بالضبط باش ما نغلطش، فهز البشارة ابن خديج هذا لرسول الله لعمر الخطاب في زمن عمر الخطاب في زمن عمر الخطاب. ف وصل ابن خديج للمدينة في القائلة، كي وصل في القائلة قعد في المسجد، شفته جارية، بنية جارية، نقولوا نحن بنية يعني من المدينة من هنا من غادي. فأعلمت عمر بن الخطاب، سيدنا عمر دخلت وقد تكون جارية يعني في تخدم في دار سيدنا عمر، فأعلمت عمر بن الخطاب بأن عبد الله بن خديج هذا كان صح اسمه عبد الله بن خديج اللي هو جاء وراه ينتظرك في المسجد.
فكان من سيدنا عمر أنه موش قائل، موش راقد في القيلولة، فايق، كان يلبس في دبشه، يلبس في منه ويعمل هكا ويحرك في بدنه بسرعة باش يخرج، يلبس في دبشه بسرعة باش يخرج لابن خديج إيش يحب اللي جاي من مصر. فلما وصل له قال له ظننت أني قائل راقد، يعني ظننت اللي أنا راقد؟ ما قالوا شيء، قالوا معناه ممكن اللي ظنيت أنا لا قال. لكن سيدنا عمر كمل الحديث قال لئن نمت نهارا لضيعت الرعية، ولئن نمت ليلا لضيعت نفسي. سبحان الله. يعني نحن وقت يرقد سيدنا عمر، هو المعلوم عنه أن سيدنا عمر يرقد ساعات قليلة في الضحى فقط، المعلوم المعروف. وقت اللي جاء هكذا الرسول اللي جاء من بلاد الروم قال لهم وين وين أمير المؤمنين بتاعهم؟ قالوا شوفوا تلقاه وش راقد يعني في تحت الشجرة وقت الضحى. عمر بن الخطاب معلوم أنه يرقد يعني ساعتين ثلاثة وقت الضحى أكهو. أما عمر بن الخطاب للكل هو يدور، للكل هو في عبادة أو يتفقد الرعية العجز. في النهار القضاء ومسائل الناس والدواوين والمسائل سواء يعني في المدينة أو خارج المدينة، وفي الليل قيام وتفقد العجز تفقد. هذا معنى الحرص على الزمن واستثمار الزمن كما يجب كله. ندخل دوا ندخل سخيفة بالنسبة للزمن. توا قلنا احنا الانسان سيسأل نعم عن عمره فيما افناه، كما نعم قال توا ذكر الحديث شبابه فيما ابناه، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، وعن علمه ما عمل فيه. نعم. السائل ما هو شيء قاضي بشر، سأله هو الله. نعم. وبعد السؤال سيسأل، يعني ما فماش سجن فيه ربما توا أشياء ومرافق وغيرها، يا جنة يا نار. لكن العيب في برشا ناس يطول عمره ويعطيه ربي سبحانه وتعالى من العمر ما شاء، سنوات وسنوات 60-70 إلى غير ذلك، ولكن جميع الفترة ذيك أهدرها ضيح. من ذلك هوش قال عنا سؤال سأله الفضيل ابن عياض رحمه الله لرجل، قال له كم عمرك؟ فضيل سأل الرجل هذا، فقال الرجل 60 سنة. فقال الفضيل فأنت منذ 60 سنة تسير إلى ربك توشك أن تصل، قريب راك توصل ماشي. فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل من عرف أنه عبد لله وأنه راجع إليه فليعلم أنه موقوف ومسؤول، فلتعد للسؤال جواب. أنت تعرف مش يسألك ربي ماشي. فقال الرجل أي ما الحيلة، شنو الحيلة؟ فقال الفضيل يسيرة، تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي. يقول ابن مسعود ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت فيه شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. يعني أمر خطير جدا هل السؤال هل عمر هذايا. تفضل شيخ بسام. عندي سخريفة حكيت على اللي يطول عمره أي. وفما اللي ينقص عمره. احنا نعرف لسيدنا نوح عليه السلام وهذا كان من أطول الناس أعمارا، هو قعد يدعو قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني في الدعوة بركة، في الدعوة فقط. معنا نتخيله احنا قدش 1050 عام أي عمره 1050 عام. احنا توا في الأمة بتاعنا اللي يعيش 60 و70 و80 و90 يقولوا هذا معناه ما شاء الله 90 سنة. سيدنا نوح سألوه قالوا له كيف وجدت الدنيا يا نوح؟ قال الدنيا كوخ دخلت من باب وخرجت من آخر. معناه الإنسان مهما طال العمر متاعه أو قصوى، شنو اللي يبقى له من حياته الكل؟ من الأول كيفاش بدأت الحياة متاعه؟ بداية غامضة للوجود، حين
هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا مذكورا, مذكورا. الإنسان ما يعرفش روحه كيفاش تبد وكيفاش ما يذكرش الذكريات هذيك اللي يقعد في مخه بعض اللحظات بعض الذكريات فقط سواء عاش 100 سنة ولا 50 سنة تقعد معناها لحظات بسيطة. وهذا الزمان كل ما يتعدى نهار رانا قاعدين نقرب من المصير, الزمان قاعد ينكمش, إنسان قاعد يقرب يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وتعالى بارك الله فيك الشيخ بسام, بارك الله فيك شيخ رضا. أتينا على نهاية هذه الحلقة, اللهم تقبل منا الصلاة والصيام أمين. والقيام أمين. وطهرنا من جميع الذنوب والآثام أمين. وأدخلنا الجنة بسلام أمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه أمين. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها أمين. من قول وعمل أمين. ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل أمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.